الحد الأدنى من معايير الالتزام الطبي. عايز أقول لسيادتك أن قضية مصطفى من منافذ جمركية بورسعيد، يعلم القاضي والداني في بورسعيد وفي مصر كلها أن كبار المهربين في بورسعيد إذا كانوا بيطلعوا من المنافذ فبيطلعوا بعضهم في حماية شرطية. وإن عندنا ما يسمى كده مجازا بالإذن. بعض المهربين بيمتلكوا إذن يطلعوا بيه الجمارك بحماية شرطية. طيب بص يا أستاذ، يعني خلينا ده موضوع تاني، أنت عارف إحنا ما عندناش يعني ما بقفلش على موضوع، بس خليني في الولد المسكين ده. ما هي دي مقدمة يا أستاذ معتز. اتفضل. مصطفى بيدفع الثمن ده. دفع ثمن فعليا ولا زال بيدفع ثمن. ومصطفى كان بيعبر المنفذ الجمركي ومرورا ببحارات المنفذ، وكان بالفعل دون ان يتجني على رجال الشرطه او مامور الجمارك، كان في شغب، اعمال شغب من قبل بعض المهربين اللي كانوا بيريدوا اقتحام المنفذ. وكان في القاء لزجاجات وبعض الصوب على رجال المنفذ الجمركي. كما كان من الضباط اللي في المنفذ والمخبرين وملاء الشرطه، الا ان هم حاولوا يصدوا الاعتداء ده فاطلقوا بعض الاعيره الناريه في الهواء. فاصاب احد رجال الشرطه مصطفى في ظهره في عموده الفقري. يعني واضح جدا من تقرير طب الشرع ان مصطفى كان مدي ظهره للضابط، يعني لم يكن يمثل اي حاله من حالات الخطوره او التعدي على رجال الشرطه حين ذاك. ده اولا. ثانيا خطوره ايه اللي 15 سنه هيعملها على ظباط وامنه في منفذ مثلا خطوره ايه؟ كمل يا سيدي. الكارثه والمصيبه اللي انا بفجرها في حلقه سيادتك ان تقرير الطب الشرعي يطلع نتيجته انه يصعب من الوجهه الفنيه التعرف على اي من الاسلحه مطلقه العيار الناري نظرا للتطور والتطبيق اللي طرأ على المقذوف الناري. يعني ايه تطبيق طرأ على المقذوف الناري؟ سيادتك تعلم وكل المعنيين ان كل طلقه رصاص بتطلع من مسدس اميري ليها بصمه. ايوه. عارف من خلالها ده طلعت المسدس مين بالظبط؟ طبعا. البصمه دي تم طمسها عمدا بفعل فاعل. في مستشفى جاويش الطب الملحوظه اللي قالها الحاج سعداوي ان كان في امين شرطه قاعد يراقب خروج المقذوف من العمود الفقري لمصطفى. عشان يتم العبث بالحرزة قبل ما يروح النيابة. وتطمس البصمة الخاصة بالمقذوف الناري. عشان ما يتعرفش المسدس مين اللي ضرب مصطفى. وترسل المقذوف الناري مطبق من نيابة الزقازيق لنيابة بورسعيد لطب شارع بورسعيد لتأتي نتيجة الطب الشرعي على هذا النحو. آية في العوار وآية في المجاملة وآية في القصور. احنا طعنا في تقرير الطب الشرعي وطلبنا ارسال الاحراز والمقذوف الناري ومصطفى وعرضه على لجنه ثلاثيه من كبار اطباء الشرعيين بالقاهره. والنيابه مشكوره هي جناح العداله الامين استجابت لطلباتنا وحيعرض مصطفى باكر برفقه الاحراز والمقذوف الناري مجددا على كبار اطباء شرعيين مصر. واحنا ما بنشككش في ذمه حد، ولكن كل القضايا اللي يكون فيها خصوم رجال شرطه بيتم كتابة وتدوين تقارير طب شرعي على هذا النحو، وأخرهم قضية مقتل خالد سعيد اللي أدانت فيها كل الجهات الدولية هذه التقارير. هتابع معاك يمكن الفجر يطلع بكرة. ها؟ رب العالمين مصطفى بكرة هيرجع من عند سيادتك على بورسعيد عشان يعرض على لجنة ثلاثية في القاهرة، وأنا بقول لسيادتك إن التطبيق اللي طرأ على العيار التقرير الطب الشرعي الحد الأدنى من المعايير الدولية لم يتوافر فيه. تخيل يا أستاذ معتز إن هو ما يقولش التطبيق ورد إزاي، ما يحصلش التطبيق بعيار ناري إلا إذا اصطدم بجسم صلب، ما قالش المسافة اللي تم إطلاق النار بيها من المسدس لظهر مصطفى. يعني الحد الأدنى من المعلومات المفروض تتوافر في أي تقرير طب شرعي في الدنيا خلقه ربنا ما اتكتبتش في التقرير، يقول بضعة أو عدة أمتار. يعني شوف سيادتك لما ادانوا تقارير طب الشرع في مصر قالوا ايه؟ قالوا لازم يكون في الطول واللون والمواصفات الاساسيه لجسم المجني عليه. احنا الاستاذ لفندي اللي كاتب التقرير ان اطلاق الثمن المسافه تجاوز الاقتراب المكاني وتجاوز بضعه او عده امتار. ده الكلمه دي يا اما تعلق واحد في مشناه يا اما تخرجه براءه. ومن الواضح طبعا ان كان هناك نيه مبيته للعبث بالحرز اللي هو المقذوف الناري عشان تشيع التهمه ويفرق دم مصطفى ما بين رجال الشرطه المتهمين على ذمه هذه القضيه. دم في رقبه اللي ضرب عليه النار ليوم الدين. واحنا وراهم مش هنسيب حق مصطفى ومش هنسيب حق خالد سعيد وكل ضحايا. هاني الجبالي بشكرك شكرا جزيلا وربنا يجعله في ميزان حسناتك من الناس اللي واقفه جنب الغلابه في بورسعيد بجد.
عايز اقول يعني عايز اقول ايه، وانا مش عارف اقول ايه حقيقة. انا كل الكلام خلصته في المواضيع اللي فاتت، ولكن حتى الاداء الانساني لم يتوافر في هذه الواقع. سيبنا من الشق القانوني، نحن نثق في الاداء النيابة العامة ان شاء الله غدا، ونثق في اداء القضاء المصري ان شاء الله يجيب لمصطفى حقه زي ما هيجيب لكل مظلوم في هذه البلد حقه، نثق في ده. ولكن الاداء الانساني بقى، يعني ضابط غلط ولا عمل الغلطة دي وعايزين يداروا عليها ولا يعملوا الله أعلم، ولكن ما كانش قد حد قادر حتى من بعيد ياخده ويعالجه في مستشفى الشرطة، يعني يرعوا الولد ده ويحاولوا يصلحوا الغلطة بشكل إنساني. ها، نسيبنا من الأداء القانوني، شكل إنساني اللي هي طبيعة النفس البشرية العادية اللي جبلت على الخير، ما حدش قادر يعالجه، ما حدش كلمك يا حاج وقال لك هات لنا مصطفى نعالجه ولا بتعمل على جنب كده. لا سيادتك اللي بيقولوه، انا مره جايبه من مستشفى العلاج الطبيعي مفتوحه بورسعيد جديده، راح ما قابلنا ضبط المباحث. انت ابو مصطفى؟ قلت له ايوه. قال لي مش هتروح تتنازل؟ قلت له اتنازل ازاي يا باشا؟ اتنازل ازاي يعني؟ انا دلوقتي لسه جاي من المستشفى والواد يعني زي ما انت شايفه حتى لما حتى يمشي على عصايتين بس كده. قال لي على العموم انا هعرف ازاي اجيبك واخليك تتنازل. قلت له انا ما هجيش. راح ايه الالفاظ مش كويسه طبعا، انا رحت عملت له محضر في الشرطه وبنفس الالفاظ وبنفس الكلام وخلاني نزلت مصطفى من العربيه اللي هو فيها وحطته على العربيه ديت وزقيته، قال لي ما تخشش العربيه. قلت له سيادتك طب ما رجالتك تشوف العربيه لو فيها اي حاجه. طبعا رجالته جوه شوف العربيه، قال له يا باشا العربيه ما فيهاش حاجه فاضيه. قال برضه ينزلوا، طول ما هو مش راضي يتنازل ينزلوا من العربيه ويحطوا على العربيه ديت ليروح يلف من منفذ بعيد عنا من بعيد طول ما هو ما يسمعش الكلام. قلت له يا باشا اسمع الكلام ازاي يعني؟ اضحي بابني يعني؟ ده اعمل فيه ايه؟ خلينا نموت دلوقتي. اسمع الكلام، انا اعمل اسمع فيه الكلام إيه؟ اسمع اعمل فيه ايه الواد يعني؟ يعني اوديه فين يعني؟ خلينا ما عشلوش على طول، خليه هو يقعد كده، نصرف عليه منين؟ نعمل ايه؟ ما انا مش عارفين نعمل حاجه لما نضيع حق الواد ده واروح اتنازل كده بلوش وخلاص. ما هو لو سليم هتنازل بالله ما فيه اي. قلت له ابني يمشي على رجليه وانا وانا هتنازل من اهو شيء اهو خالص، يمشي على رجليه يمشي بس بالله وخليكم يمشي في تقاريركم وحكاياتكم وقصتكم. ارايك ارايك يعني؟ يعني خلوني اعالج ابني وخلوا مطوح القضيه شويه وسيبوني اعالج ابني وادوني اي مستشفى. شفتوا وصلتوا بينا الحال لفين؟ حتى الحق الناس مستعده تتنازل عنه طبعا، بس يعني نعالجه يرجع تاني يكمل دراسته. يعني انا عايز افهم اذا كان هناك متواطئين واذا كان هناك مخطئين، ما هي الرصاصه دي ما طلعتش من ما هي الرصاصه دي لو طالعه من الجناه ولا الناس اللي بتجري ولا المهربين ما كانتش الشرطه سكتت، وما كانش الطب الشرعي ما وصلش للمقذوف طالع منين، اللي هو يعني بيخلص القضيه المقذوف ده يجي. ولكن يعني والله ما عارف اقولي حقيقه، ما مش عارف اقولي. خلاص يعني عالجوه. انا عايز افهم الناس دي بتعرف تنام يعني عادي كده؟ يروح ينام ويمارس حياته الطبيعيه ويتجوز ويخلف وياكل ويشرب ويخرج ويتفسح وهو عامل عامله زي دي؟ مفيش ربنا؟ مفيش حاجه خالص؟ عادي عادي جدا. انا اتمنى ان بكره يكون في خير وفي عدل وفي ثقة، لا القضاء بمشيئة الله يدينا حقنا، لا الداخلية تعالج لنا ابننا. حاج سعداوي معاك ربنا يا رب، واحنا ربنا موجود، ربنا موجود يا رب والله، واحنا معاك وهنتابع. مش عارف اقول لك ايه، انصحك اقول لك ما تتنازلش واكمل والله يا ولا تنازل وضيع، والله ما عارف اقول لك ايه. والله ربنا هو اللي هيعمل اللي فيه الخير. انا عاوزه بس يمشي، بس يمشي على عصيتين، ما يمشيش على يعني ما يمشيش زي الاول، يمشي على عصيتين بس، بس مش عاوز حاجه خالص من الدنيا. ان شاء الله مصطفى بكره يك احسن وربنا يبعت يا رب الخير والعدل. نورتنا مصطفى واسفين ان احنا تعبناك. لا الله يخليك. يا سلام على الابتسامه الحلوه دي، احلى حاجه نختم بيها. شكرا يا مصطفى وشكرا يا حاج سعداوي. لسه عندنا حكايات وروايات بعد الفاصل، ما تروحوش بعيد عن محطه مصر.